ثوار يدعون لجمعة العزل السياسي. نعلن نحن ثوار عن خروجنا في مسيرات حاشدة من جميع مساجد القاهرة ومحافظات الجمهورية يوم الجمعة القادم 28، لنعلن رفضنا للانتخابات البرلمانية القادمة دون عزل رموز الحزب الوطني من الفاسدين الذين سرقوا أموال وإرادة الشعب المصري. ونؤكد أن الإرادة السياسية تتعاون وتتواضع مع هؤلاء بالسماح لهم بالترشح لبرلمان ثورة قامت ضدهم وضد زعيم عصابتهم. ويعلن ثوار عن مجموعة أهداف ندعو الشعب المصري للعمل على تحقيقها، ولا نطالب أي سلطة أخرى، لأننا لا نعترف بوجود أي سلطة شرعية للمجلس العسكري حاليا، فالسلطة فقط للشعب. أولا، لانتخابات دون قرار ثوري بعزل رموز الحزب الوطني، بداية من لجنة السياسات ومرورا بكل القيادات والمرشحين على قوائم الحزب حتى نصل إلى أمناء المراكز. ثانيا، لا مشاركة من لجاننا الشعبية والزج بالثوار ليحموا انتخابات بها فلول الوطني وبلطجيتهم الذين يهددون أمر مصر، ومن ثم العملية الانتخابية التي ربما تسفر عن مئات القتلى في ظل تخاذل الشرطة. ثالثا، انتخابات دون السماح للمصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم كحق أصيل لكل مصري يعشق وينتمي لمصر. رابعا، لا للجنة العليا للانتخابات بها العديد من القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات السابقة. خامسا، انتخابات دون إشراف قضائي كامل قاض لكل صندوق. ويعلن ثوار عن تضامنهم مع تظاهرات الطلاب وعمال هيئة النقل العام وموظفي المصرية للاتصالات والفلاحين، ونؤكد على حقهم الكامل في التظاهر والمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي يسهل تنفيذها إذا توفرت الإرادة السياسية الثورية، كما ندين عمليات القبض على المتظاهرين منهم وفصل الطلاب وتوجيه التهم باطلة لهم. ونؤكد أننا لن نترك أي ثائر خلف القضبان أو السجون حتى يتحرر تماما ويعود ليقف مع زملائه من الثوار. الثورة مستمرة.